رفع إلي السؤال أن رجلا ونحن في مثل هذه الأمور نرى أن البلوى قد حصلت وإلا ما كنا نتكلم بهذا ونرى السكوت، لكن من باب أن الفتنة قد حصلت، سؤال فيه أن رجلا يطالب امرأته أن تمص ذكره بفمها ويجعل ذكره في فمها، فالمرأة تسأل تقول هي عاصته، فما عليها؟ هل هي آثمة؟ والجواب أن هذا الرجل الذي وقع في هذه الفتنة إنما اقتدى بأرباب الرذائل والفجور الذين يتاجرون بالأعراض، والذين يفعلون هذه الأفاعيل ويظهرونها ويعرضونها في أماكن ومواقع ويعني تواصلات اجتماعية لغرض التوصل إلى أموال وإلى إفساد إلى غير ذلك. فهذا الصنف قدوته الكفرة الذين هم أرباب الرذائل والفجور وأرباب المتاجرة بالأعراض، وهؤلاء يعتبرون أخس خلق الله والذين ذهبت منهم الحياة الإنسانية، وصاروا في هذه الأمور أنزل من البهائم فهؤلاء هم قدوة هذا الصنف الذي يرى هذا. فلهذا نقول فم المرأة لا يصلح أبدا أن يجعل لهذا العمل، فم المرأة للقرآن والأذكار والدعاء والكلام والأشياء، ما خلق لهذا أبدا، لم يخلق لهذا، ولا يجوز التمتع به بهذه الصورة، لا يجوز التمتع به بهذه الصورة. وهذا الأمر ما كنا نسمع به قط، مرت علينا عشرات السنين ما كنا نسمع، لكن مؤخرا لما جاءت المواقع في الانترنت وغير ذلك مما يعني سهل لأعداء الإسلام وسهل للتجار في الرذائل أن ينشروا ما ينشرون، يعني صرنا نسمع يعني ما يرى وما يعرض وما يحصل في الجوالات المطورة، منها ما يكون عن طريق الدخول في يعني مواقع معينة وضغط زر وتصل إلى كذا، ومنها ما يكون عن طريق يعني الإلقاء يعني بطريق المهاجمة والمباغتة إلى غير ذلك من هذه المنكرات الشنيعة فحذاري أن أحدا من المسلمين والمسلمات عموما يتأثر بهؤلاء أرباب الخسة والنذالة والحقارة والدناءة والكفر عياذا بالله، هذا على وجه العموم، ومن باب أولى ما كان على وجه الخصوص أن يتأثر بمثل هذه المناظر والأحوال والأعمال من يتأثر ممن هو على خير. فلهذا نقول يحذر الشخص أنه يتعدى الآداب الشرعية والأخلاق المرعية، فالشخص ليس له أن يتعدى أن يفعل بالمرأة ما يريد، وإنما المطلوب أن ينضبط بالضوابط الشرعية وأن يعاشر المرأة مع مراعاة الضوابط الشرعية. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.